أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كم مرة ترفع اليد بمحاذاة الكتف في صلاة الفرض والسنة؟ ترفع اليد عند التكبير في 3 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع رابع أيضا مختلف فيه، وهو رفعها عند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع التي ترفع يستحب فيها رفع الأيدي في الصلاة. نعم.